طيب اقدر اتصرف ازاي؟ لازم اقسم الجروبس، اقسمها تو جروبس، عند مجموعتين. مجموعه اولانيه اللي هي الشخص الذي لا يعاني من امراض الحسيه الجيوب الانفيه او حسيه الصدر، وفي اشخاص بتعاني. لو جينا نقول الاشخاص اللي ما عندهاش تاريخ مرضي لاي حسيه جيوب انفيه او حسيه صدر، بنقول لهم في نقطه مهمه جدا، لابد من تقويه الجهاز المناعي. تقويه الجهاز المناعي هتتم عن طريق ايه؟ عن طريق الكولوسيز. ازاي؟ انا الكولوسيز عباره عن زيت كبد حوت بيحتوي على فيتامين الف ود والاوميجا 3. لابد ان انا اعرف حاجه، ان انا في فصل الشتاء اوريدي الخلايا المناعيه بتاعت مناطق زي الخشيه المخاطيه للفم والانف والعين وظيفتها انها بتعمل حاجه اسمها بلعمه للاجسام الممرضه. يعني ايه الكلام بقى؟ ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه ده؟ يعني بمعنى صح هي بتحتوي الجسم الغريب او الفيروس او البكتيريا وتبدا تاكله، او بمعنى صح تقدر تعمل حاجه زي نوع من انواع الاحاطه بيه كده، تمام، وتاخده جواها وتتخلص منه خارجا. قدره الاجسام المناعيه دي للاسف بتفقد قدرتها بدرجه كبيره جدا في فصل الشتاء. عشان كده دايما احنا بنقول يا جماعه ان فيتامين الف مهم جدا في القصه بالذات، لان فيتامين الف بيزود قدره الخلايا المناعيه بتاعه المناطق دي وبيحسن ادائها بنسبه من 30 ل 35%. جهاز الدفاع. جهاز الدفاع، ما انا اول اختراق بيحصل عن طريق ايه؟ الفم والانف والعين. تمام. عشان كده تلاحظي دايما ان الفيروسات التنفسيه زي الوباء الثلاثي، زي فيروس كورونا او فيروس المخلاوي او البرد والانفلونزا، هم فيروسات سريعه الانتشار، يكاد يكون انها ممكن لو نزلت في منطقه يكاد يكون في ظرف يوم او الاثنين بتلاقي في اصابات كبيره جدا. ودي عشان كده بنقول ان الكولوسيز في القصه اللي زي دي بيتفوق على نفسه بما يحتوي من فيتامين الف. طيب الاوميجا 3 وفيتامين ده هيفيدهم في ايه بقى؟ طيب خصوصا في تقلبات بقى الجو ده. ممتاز، احنا بنتكلم كل ده على الشخص السليم. تمام. الشخص السليم اوريدي احنا الموضوع عايزينه يقتصر حتى في حاله الاصابه على البرد او الرشح البسيط او ارتفاع درجه حراره بسيطه، والموضوع ما يدومش اكتر من يومين لثلاث ايام على الاكثر. ولكن الوضع بيزيد اكتر من كده وبيدخل في كحه وممكن سعال مزمن. طيب القصه اللي زي دي بقى اقدر اتجنبها عن طريق الاوميجا 3 ازاي؟ احنا اتفقنا ان اي برد او اي بمعنى صح فيروس يدخل جسمي هو اول حاجه بيحب يعملها التهاب في مناطق متعدده. تمام.